اليوم مثل الحمزة أن يحفظ إلى رب العالمين شي نهار قال موندا نسودي شتبرات التجار القرب زنقة 10 العامل الله يجازيه بخير نهار قام مشتوري من موندا مرة واخا انا اي حوان خدت مشاوري كي نتيش تغا نهار نهار واحد السيودي العامل انسنا مريض يوض المشروع عندنا ما حدا داي حنا اغلبيه التجار القرب زنقة 10 قعلقه تخير السوق ولا دميمو السيد العامل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بغينا منك واحد الملتمس ديال الجمعيه ديال التجار القرب الميزانيه جات في 2015 سيد العامل وما شفنا ني السوق ني والو كنشوفوا السوق كيكون تما كاين مشاكل كل مره فوق ما لقينا المشروع راه غادي كنصبروا شويه نلقاو المشاكل وراه كاين تعطر كاين شي مرات كترد حتى القطعه ديال الارض ديال الحبوس كيقولوا كان الارض ديال الحبوس ما تعطاش الجمعيه ديال التجار القرب كنعرفوا علاش زعما الارض ديال الحبوس ما كتعطاش يتبنى فيها السوق راه جدود ناس العامل عطاو هذيك القطعه ديال الارض باش تكون فيه المساجد باش تكون فيه المدارس تكون فيه الملاعب وتكون فيه سبيطارات ماشي عطاو هكاك الارض الحبوس باش يتبناو فيها الديور راه الديور سيد العامل راه الناظور فيه 70% ولا 80% ديال الديور ساكنهم غير الجنون اما كاين بوشي بلاصه في العالم دار المنازل خاويين من غير بحال هذه المنطقه ديال الناظور وبغينا نقول لك سيد العامل عاوتاني الله يجازيك بخير راه عارف بلي راه خدام ماشي كنجاملوك راه الطريق اللي درتي صابتي دابا الطريق ديال ترقع وان شاء الله ديال طريق ترقع والطريق ديال كيمشي الطريق الساحلي وعاوتاني المحطه اللي كانت المشروع كان فاشل من قبل دابا الحمد لله راه السوق المحطه راه كتنجز ومثلا عاود سوق سوبر مارشي عاوتاني كتسرع فيها عارفين بلي راه كتمشي كل 15 يوم كترقب هذاك السوق باش يتبنى ان شاء الله لخوتنا بعدا باش يرجعوا هما حتى هما راه الاحسن عاون يرجعوا بلاصتهم بغينا حتى انت السيد العام تبقى توقف مع التجار هادو راه ماشي يسمعوهم شي واحد ولا جمعوهم شي واحد هادو راه الزمان اللي جمعوا مع السيد العام والله يجازيك بخير الله يرحم الوالد راه انت السيد العام واحد الشرف كبير تجي لهاد المنطقه نشوفوا شي عامل كيخدم بحالك بحال اللي بحال المشاريع اللي دابا كانوا معثورين وراه خرجتيهم في الارض الواقع واسمح لي راه ما كنعرفش نهضر العربيه بزاف ولكن واخا هكاك نوصل لك الرساله ديال خوتنا التجار القرب دابا نقول لك اسيدي العامي حنايا دابا ملينا كل خطره 2015 حنايا كنستناو السوق يتنجز اخرها السوق ديال الميدار ديال الجمعيه داروا دار لهم السوق ديال الفراشه والسوق ديال الدريوش هادو غير مناطق كانوا في الناظور دابا ولاو عندهم وصاب لهم السوق حنايا شكون اللي وقف هاد المشاعر دابا حنايا علاش ما عرفناش الناظور راه الاغلبيه ديال الشباب ديالها هاجروا راه واحد الفئه قليله اللي بقات علاش ما كتعاونوش معاهم يدي لهم فين يخدموا السيد العامل حنا راه خصنا فين غادي نخدموا فين غادي نترزقوا حنا راه ما عندنا شي حاجه اخرى باش نخدموها كانت عندها فرونتيرا دابا خدامه يومين اللي خدامه في السيمانه راه ماشي معقول السيد العامل دابا غير هذيك الفرونتيرا هي اللي كتنقص الرواج على المنطقه عندنا هذيك المنطقه هذاك فرونتيرا والجاليه ديال المقيمين في الخارج ودابا حتى الجاليه ديال المقيمين في الخارج ما كيروحوش علاش كتسوى بيتي 500 600 فرانك باش يجي عنده ربعه ديال العائله ولا خمسه ديال العائلات خصو ثلاثه ولا اربعه ديال المليون ملي كيجي هنا عند الناظور كيولي مسمار ما يقدر يشري حتى حاجه حنايا كنقولوا راه صحاب الخارج هكا راه ماشي صحاب الخارج اللي ماشي راه خصك تجلسوا معاه الشركه ديال الطيارات وهذيك راه جزء من الرواج ديال المنطقه سيد العامل وبغينا عاد فرونتيرا حنا ما يكفيناش هذاك المرسى اللي حلوه ديال زعما باش يعشروا راه ما كافيش خصك بيور دلال المشروع باش يعشروا راه مزيان هذاك الشيء ولكن خصنا فين غادي يمشيو الناس يخدموا هذاك بحال يدي يجيبوا شركه ديال سبرينغفيلد يجيبوا زارا هذاك المنتوج شركة كتخرج اوروبا حنايا خصنا غير خص يد العامله يد العامله راه موجوده وخصك توقفوا مع هادو الشباب ماشي غير حنايا حنايا راه كنهضروا على كافه المواطنين اللي ساكنين في الناظور واخا يكون كحل واخا يكون لا من الداخل واش خلق في الناظور المهم عنده الحق يعيش معنا هنا مرحبا باي واحد يعيش معنا ولكن سعاده العامل حنايا دابا كل مره كنستناو المشروع يوصل فوقاش يوصل سعاده العامل الله يرحم الوالدين دابا الا ما درتوش انتوما الله عز وجل الجنه راه في يديكم الا بغيت تدخلوا الجنه راه سهله عندكم تقضيوا الاغراض الناس حنايا راه ما بغينا بوشي اراضي باش نبينو بها فيها العمارة ولا نديرو شي حاجه حنايا بغينا حقوق ديالنا حنايا عندنا الحق بالعيش الكريم عندنا الحق بالسكن اللائق اللي يناسبنا عندنا الحق نقراو عندنا الحق بالسبيطارات راه السبيطارات مولكار السوق مولكار
راه بزفت المرأة الناظور راه هبط. بغينا سيد العام حنا ما كرهناش نشوفوا المنطقة ديال الناظور، تكون راه المنطقة ديال الناظور الاستراتيجية اللي فيها الموقع اللي جات راه إلا صوبتوها راه تكون أحسن مدن ماشي في المغرب هو المدن في العالم. خصها تصاوب أسعد العامل، حنا راه مزيان كنشوف كتخدموا لكن خصك راه كاين بزاف د الحوايج خصك تشوفهم، دخل عند تخرج عند الساحة تشوفها أسيد العامل الله يجازيك بخير. أما عاوتاني الإخوان ديالنا ديال التجاتي سوبر مارشي راه عطيتهم في أربوز، عطيتهم هنا واحد الأرض كانت كتبنى للفراشة، راه كاين الناس منهم عندهم 10 د الحوانوت حتى عنده 17 الحانوت، هذوك راه اللي فيهم الدخل أجوا مرحبا يجوا عندنا نجمعوا كاملين صوب واحد السوق فيه 300 ولا 400 ولا 500 حانوت كلوا يد واحدة باش يكون المشروع ناجح. إلا دابا عطيتهم هنا هادوك تعطيهم في الربوس راه الناظور راه يمشي في الحاضنه، راه ما كاين بو شي حاجه كتفرح، حنايا بغينا الناظور يمشي لقدام، الجاليه ترجع عندنا هنا عاود ثاني تبقى ما تمشيش لتركيا، راه كيمشيو لتركيا سيد العامل كيمشيو ب 500 فرانك كيدوزو تماك فيها لوطير فيها طياره فيها كلشي العائله ديالو كامل، خصنا تبقى نتوما تجلسوا مع ديال الطيران باش يجيو عاود ثاني الباطو عاود ثاني هادوك الشباب هادوك الشباب الصغار اللي تماك هادوك الدراري الصغار هادوك راه اصلا كيهبطوا الرواج للميثاق كيهبطوا الرواج صراحه سيد العامل، هادوك الدراري الصغار اللي عندهم 7 6 سنين مشي تسلي الاقليم راه كيخسر ملايير الفلوس شي مرات على المهرجانات يصاوب واحد المركز ديال ايوا الدراري الصغار، راه شي مرات كيقول لهم راه كيضرب الشتاء علاش ما كيضرب الشتاء، راه بعدا كتعرف سيد العامل شنو كيديروا لهم هادوك الدراري الصغار، ما قدرش نهضر نوضح الامور والله الا انا الشتاء ما ضرب بالحجر سيد العامل والله حتى تضرب بالحجر، احنا يا راجل شهر 7 جات نيشان الروج ما كاينش، احنا راه واخا هكاك صحابك راه احنا راه في الزنقه 10 راه مريحين والله ما مريحين، انا براسي والله الا لقيت شي محل هكا نبيع المراه مرامات ولا نبيع تشانكلات ولا ترزق نجيب 50 درهم ما مريحش صراحه والله ما مريح، خصنا راحه البال. اما سبيطار كتهضروا على سبيطار ديال الكونسير سعد العام راه سبيطار ديال الكونسير راه ساهل المشروع ديالو، راه كاين الاعيان المدينه راه يمكن كاين الفئه ديالهم ما كيعشروش، خصك انت سعد العامل تجمعهم باش يعشروا حتى هما يعشروا يزكيو باش يضرب الشتاء يديروا غير واحد الصندوق سعد انت الا درتي واحد المبادره نطور رئيس مجلس البلدي ديروا واحد الصندوق ولا تحلوا واحد الحساب بنكي نبنيو احسن سبيطار ديال السرطان غير بيناتنا وبلا ما يسيفطونا الميزانيه غير حنايا غير فراشه يتعاونوا 150 درهم الناظور كامل يشوفوا واحد حاجه تعاونوا عندها كامل، الى الاعيون المدينه اللي كنعرفهم عندهم مليار ديال لاباس عليهم ما كيعشروش ما كيعقل على اخوه ولا ما كيعقل على باه، هادو خصك تدخل فيهم سعاده العامل كما كيدير عمر بن الخطاب رضي الله عنه الله يجازيك بخير سعاده العامل، حنا راه كنهضروا بالحرقه سعاده العامل راه ديتك والله الا كنت انا قلت ما بغيتش نهضر كاع في انترنت ولكن شي مرات كنشوف شي حاجه خصني نهضر فهمتي سعاده العامل الله يرحم الوالدين. اما بالنسبه حنايا المشروع ديالنا ما كنطلبوش شي حاجه كبيره، الميزانيه راه صاحب الجلاله راه صيفطها صيفطها راه هي عندكم، الارض راه الارض كاينه راه اصلا فين جالسه راه الارض هادي وكاين الارض بزاف ديال الاراضي انا اصلا كنعرفهم نديروا المشروع نتهناو منه، واش حنايا راه كنهضروا على السرطان السرطان صاحب العامل راه كيكون هذا الشيء ولا ملي كيخرجوا الدراري من الفرونتيرا كيشوف الديواني هكا كيتخلع كيضربوا السرطان غير بالتخليعة وكيضربوا السرطان، خصنا سعادة العامل حنايا بغينا نعيشوا بالكرامة ديالنا، حنايا راه كاين الناس اللي بقاو هنا في الناظور ماشي راه كاين الناس غير بغاو يجمعوا من 800 ولا من 900 يخرجوا ما يبقاوش، وكاين الناس اللي جدات أمه كاين الناس اللي مزوجين كاين الناس اللي عنده العائلة عنده المعوقين في الدار، راه صاحبك راه اللي جالس هنا في الناظور راه الظروف اللي جعلته يجلس سعادة العامل، والله ما كرهنا سعادة العامل حتى أنا اللي كنهضر معاك شي مرات كنشوف الدور كنقول له نمشي نتكرفص لهيم نمشي ندير لي هكا اسبانيا راه ماشي سهله ماشي سهله راه صعيبه الناس دابا كيمشيو اغلبيه ديال الشباب سعاده العامل راه كيمشيو كيصابوا الحلاقه خصنا ديروهم فين يتعلموا ماكسيمو بيتزيريا باتيسري يتعلموا فهمتي ولا ديروا الميتي بحال المدارس ديال الحلاقه بحال الحبس كنشوف كنبقى كنخمم دابا شي مرات كنشوف المجتمع المدني ولا هذيك اللي كيهضروا على الجمعيات علاش ما يهضروش على الحبس فين غادي يمشي الحبس دابا راه كيهدموا فين غادي هذا خصو يدير تماك اكبر معهد
جميع التخصصات يديروا هنا في الاقليم، باش ما الا هبط من الزغنغان الا هبط من الزغنغان ماشي يضرب حتى طريق ديال ليتيا ولا يجي هنا بعدا غير وعنده واحد السياح. اسعدت العامي الله يرحم الوالدين، بغينا يوصل قرار رئيس مجلس البلدي، راه جلسنا معاه والله جزيه بخير. وانا ملي تعجبت قلت في الاول كنسمع رئيس مجلس كنقول يمكن كيضحك، وصلها حتى المجلس النواب والبرلمان هضر علينا. ملي هضر علينا في 2017 قلت له صافي واحد شهرين ولا ثلاث شهور يوصل المشروع ديالنا، ولكن احنا عاد راه كنستناو فوقاش. راه الناس راه كاين هنا، كاين ناس عاد ملي كنقولوا راه تستناك كيسحب له يعني كيركذب عليه. انا شنو ملي كنقول لك اسمع الرئيس كنقول كنوصلوا الكلمه كنقولوا للناس راه ما قالهمش المشروع، كيقول لك راه كتفلى عليك. باش كيتفلى؟ انا كنشوف بعيني وكنشوف بلانويات والارض ديال الحبوس. اخص يتوقف هذاك الشيء اللي كدير، ما تبيعش الاراضي للناس باش الاراضي هذيك ديال الحبوس يتباع يديروا يدير لينا حنايا ولا يدير ملاعب ولا سبيطارات ولا معاهد. الله يرحم الوالدين وكنشكروا كاع اللي كيتساووا مع هاد الناس انت ولا اللي كيتابعوا يضحوا مع هاد الناس بحال اصحاب السوق ديال التجار، اصحاب السوق ولاد ميمون. كنشكرهم اللي درنا النظام حتى هما كيتعاطفوا معنا، اغلبيه ديالهم كنشكرهم بزاف. كنشكر حتى الرئيس ديالهم والله جزاهم بخير. وكنتمنى ان شاء الله تسمحنا ساعة العامل الا قلت شي حاجه ماشي هي راه هذا اللسان، والله جزاك بخير. نتمنى ان شاء الله ساعة العامل في اقرب وقت ممكن تصاوب لهم هاد السوق، راه يستاهلوا الناس فهمتي ولا خدامين على العائله، وكاين الناس عاوتاني خدام مع فهمتي ولا على ولادو وخدام على بزاف د الحوايج ساعة العامل. والله جزاك بخير والله يرحم الوالدين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية تشكر الموقع نادور سيتي، تشكر الحضور الكريم ماري غاردي موندا. أنا زون سي وديش تبرات يجل الميساج المسؤولين ما يخص المسؤولين يجن خندية النظر مرة بصفة عامة، يعني غاد غزان غاد سلعين الاعتبار غالشبابة، لأن الشبابة تمارس التجارة غال أرصفة سوق ولد ميمون زرق ممر زرق 10 أزيد زي 15 سنة. الحمد لله نتقل مرسلة أك السلطة نوفى الأجوبة، ولكن حاليا عاد واني وضغشان الدور. نتمنى إن شاء الله زي العامل ممشينا على رئيس النغ هذه يعجل ذي المشروع على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لأن جميع الربوع ذي المملكة المغربية نزرى إيوذان استفدن زي المبادرة. المشكلة غانغ نشي نترسل قانش بأنه العقار والو ذي النظار. المشكل العقار يعني ما رايكار العامل الإقليم ذي المجلس البلدي ذي المجلس الإقليمي تعاونا بين فوز بفوس هذا في العقار، لأن نشيني وذانها ينقى ذي مازير نطار والنظار كين غيوذان خدمة العائلة هنسن ناس زوج السوق يغيسين ذي الكارما هنسن هذا يسعجل، ولكن ويتيربو غير خوري قيل مش القانشين حبر على ورق، انما اذيري السوق مستعجل لي اقرب وقت، لان ما يمي الشباب كاين غدا تعانى سيج المعاناه 15 سنه نشين دي تكارفيس، يعني السلطه تكخنغ الحملات يجو مارات السود يجو مارات جمعة دي جو مارات نشين نازلو نسيو تبرت النغ، لان نشين في مزيغن طاروان تندينتا يعني قوا خصان والو ما رقينا قشان السوق. اما الاحباس ما مشينا غا الرئيس برد شي تيبورا صدق نترجدو دماغ نعري خصا داخت كشني المشاريع يتهم من الساكنه قشي نازو شان السوق هذه يوني نموذجي مثال انا مدريوش كين داي سجن السوق المبادره يصبح الى ان غا السوق الاسواق غا ما مشقيني بارض ما مشقيني المستشفى ما مشقيني بريدن. كنتمناو زعما مسيد العامل يشوف بعين الاعتبار هاد الشباب هادو ويديروا يد في يد يديروا لنا واحد السوق ديال البديل اللي غنكونوا فيه في الكرامه ديالنا، يعني هاد الناس راه يستاهلوا السوق وهاد الناس هما اللي حارسين على هاد البلاد، وحنا البلاد ديالنا راه معاها ولكن الا مشات لقدام. دابا حنا كنشوفوا ما داروا لنا والو، لكن نتمنوا ان شاء الله يعجلوا لنا في المشروع ديالنا، لان مشروع عطاه لنا سيدنا صيفطنا المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. المشكل كي قلنا هو ديال العقار خصهم يضغطوا بيناتهم، لا العامل ولا مجلس البلدي ولا مجلس اقليمي، هادو خصهم كاملين يتعاونوا يشوفوا عندنا. حنا راه ما عندناش صراعات مع شي واحد، حنا راه بغينا غير البديل. حنا اللي دارنا البديل نشكروه، لان راه عندنا الناس خدامين على العائله. حنا كنا ازيد من 180 واحد، شي مات في البحورات شي مشى شي هاجر، حنا اللي بقينا. يعني واش بغاو حتى حنا نمشيو نهاجروا؟ حنا راه بقاو بلادنا، ولكن حنا خصو يديروا لنا واحد السوق يعجلوا فيه يشوفوا عند الشباب، لان الشباب هما رمز الوطن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.